ايه قاعد فواقع خير كثير لو سالي كوم عيني مسدود جين تجيب بس واش كملت الفيلم اللي كنت كنتفرج في السينما مع الدراري والناس كي تجيني النعسو غدا ما كاينش الفيق مع 5 الصباح لان غدا الحد هو النهار ديال الراحه الوحيد في الاسبوع والاثنين 5 الصباح. صباح الخير ابو عامي، كي داير اخويا؟ صافا بخير يا الله على بركة الله. ياس كيغسلوا لنا شعرنا قبل الحسانة. الصحة والراحة أبو آمين. شوفوا هاد الدراري هاد اللعيبة اللي داروا لي الراس، والله إلا البنت بحال شي هندي، وحق والله إلا بحال شي هندي. شك 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 سيمو طيلمليه. انت مرة معلم الزاج عليك السيزوان، ماشي هي المرة اللي بوليسية، كانت حتى المرة حلاقة حتى هي بلاصة غير ما تهز السلاح بحال البوليسية، هزات الماتيريال معلم باش إلا جدتك السنقة ما محسنش تعاود ليك الحسانة، تقد ليك الحسانة تصيفط لك الكاد. اي جايز صباح الخير، كثير لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ندوي على شي حاجه جديده، شي حاجه فهمتي معاها خاص تقيم، خاص تتكلم عليها، خاص شي حاجه جديده، خاص كونتوني جديد، خاص شي حاجه مختلفه على داكشي اللي مولفين كنشوفوا. وبالعكس كاينين الناس اللي غادي يدعموا. ديما كنعطي ليكزومبل ديال واحد الشانيل ديال اليوتيوب مصريه سميتها الاكيل، واحد خونا عنده مع الماكله ما عنده حتى ما عنده شي حاجه من غير الماكله، كيمشي للريستورون كيريح فيهم كياكل تيقول الماكله كي جاتو والسلام عليكم ورحمه الله، من الاخر بسيطه وسهله جدا. شانيل ديال اليوتيوب بسيطة فيها مليون ونص ديال عباد الله، كيلوح الفيديو راه كتشوفو مليون ديال عباد الله، الناس كتفاعل، الشعب المغربي راه مكرهش شي واحد بحال هادا يمشي يجرب عليه لي ريستورون ويعيشهم ديك الاكسبيريونس ديال إلا مشاو كيفاش غادي يلقاو الريستورون كيدير الماكلة. فكرة بسيطة واجدة، ما تحاولش تصنع العجلة، ديما العجلة كاينة جي لصقة وكسيري، ما تحاول تصنع شي فكرة جديدة، تشد شي فكرة خدامة في شي دولة أخرى، شنو كنديرو؟ تهز ديك الفكرة كتجيبها كتغابليكيها في شي دولة وكتكسيري وكتمشي الأمور مزيان. الموهبة اللي بغات هاد الشانيل هادي بغات شي خونا وكال من الآخر، ويبقى يمشي للريستورون ياكل مع راسو ويبارطاجي الاكسبيريونس ديالو، غادي يصرف شويه ديال الفلوس في الاول من جيبو، ولكن من بعد لي ريستورون كامل غادي يبداو يعيطوا ليه، يكمل 100000 سبسكرايبر وتفرج. مورا 100000 سبسكرايبر قسما بالله لي زانفيتاسيون ما يحبسوا عندك، انفيتاسيون تبع انفيتاسيون، غاتلقى عندك لي زانفيتاسيون ديال لي ريستورون الكبار كامل كيزاوقوك وكيطلبوك امتى تجي عندهم ويحطوا لك الماكله فابور ويطلبوك ويبوسوا لك راسك ابليس دولهم على الريستورون ديالهم. كاين واحد المهارة أخرى مهمة لو بغيتي تنجح في أي بيزنس خاصك تكون زعيم، فيسبوك آدز ما جاش تقرب ليه ما كنتيش زعيم، ما تبان لك فلوس كتمشي ترجع للور، أي بيزنس غترجع للور، حتى هذا ديال دير شانيلات اليوتيوب الناس ما كتزعمش شحال من ما كيبغيش يبين وجهو، خاصك تكون زعيم. هنا خاص المهارة ديال تكون زعيم وخاصك تكون قابل للانتقاد ديال الآخرين، بما أنك كدوي اليوتيوب إلا وأنت عرضة ديال الانتقادات الآخرين وغادي ينتقدوك عباد الله، وشحال من شانيل ديال اليوتيوب بدات ونجحات وكانت غادا مزيان في المغرب بالانتقادات ديال عباد الله مولاها سدة ومشى في حاله. دري صاحبنا مغربي اللي هو انترنت ماركتر من الجماعه ديال اللي كيريحوا معايا ديما في المغرب، كان بدا واحد الشانيل ديال الماطر كيدوي على الماطر، كان غادي مزيان ولاو كيعيطوا ليه شركات كبار اللي كيبيعوا الماطر في المغرب، لما بقى نسميهم دويشار فابور بقاو تيعيطوا ليه كيعطيوه موتور تيقول ليه هاك دير ليه، كيعطيوه موتور تيقول ليه هاك سير دير به فيديو دوي عليه بكل صراحه كيفاش جاك بارطاجي مع عباد الله، وكيخلصوه من الفوق ملي الشانيل ديالو ولات غادا مزيان ودري تبارك الله عنده ما يقول، وفي الاخر معاه بكثرة الكريتيك ديال عباد الله الخاوي سدك الشانيل. صراحه واحد من الدراري اللي فريمون ما بغيتش يضيع فيه الويب المغربي وضعناه فيه ما في اخر، واش يقول لك كيفاش غادي نسيمو انا كندخل الملايين وغادي نمشي عند شركه غادي تخلصنا مثلا واحد 5000 ولا 10000 درهم باش ندير لها فيديو، وانا في جهه اخرى كندخل الملايين، علاش غادي نبقى نسمع الهضره على ديك الجدريه اللي كيعطوني الاخرين؟ عزيزين عليك الماطر كبار، دير لك شي شانيل ديال الماطر كبار وتخصص غير في الماطر كبار، بقى دوي على الماطر كبار وداك الشيء، عيب الله المغرب كامل اصاحبي راه مبلي بالماطر كبار، راه حتى اللي ما شاري عزيز عليه يتفرج ويتنزه، واحد النهار الا حضرت شي بركه يقدر يشري. عزيزين عليك الطوموبيلات دير شي شانيل ديال الطوموبيلات، جيب ديك الطوموبيله الاكثر مبيعا عندنا في المغرب، راه شحال من واحد كيتمنى يشريها وباقي كيسول واش فيها هادي واش فيها هادي، دير عليها واحد البحث وكذا وخذها من عند شي واحد ودير عليها شي فيديو وغادي تشوف واحد القمه ديال المشاهدات. شنو هما الاسئله الاكثر طرحا على ديك الطوموبيله وشنو الناس باغا تعرف على ديك الطوموبيله، ودير لهم فهمتي فيديو يكون تيجاوب على الاسئله ديال عباد الله على ديك الطوموبيله نيش، وريها لهم وريهم هنا فيها هادي وهنا فيها هادي، طوموبيله بسيطه ولكن راه هي اللي باغي الشعب، وغادي تمشى هذاك الفيديو في الاول غادي تبدا بحال هكا بيان سور، ومن بعد غادي يوليو يتصلوا بك كاع الشركات تكون متاكد من هاد الهضره هادي،
ملي توصل 100,000 سبسكرايبر غادي يبداو يتصلوا بك كاع الشركات يقول لك هاك بليز الله يحفظك لما دوز خذ الطوموبيل هادي دوي عليها وليش بان لك فيها. عندو هاد الصديق ديالي اللي هو كيماناج براند كبيره في المغرب ديال الطوموبيلات بلا ما نقول سميتها حتى هو بلا ما نديرو لهم الاشاره فابور. المهم ديما تيقول لي اخاي سيم وما كاينش داك البروفيل اللي في المغرب علاش اصاحبي ما ديرهاش نتايا هاك دابا الطوموبيلات هادو وندوز لك حتى للشركات الاخرين علاش لا. المهم الاخوان هادشي كامل وبالرجوله من الاخر هاد الفيديو هذا اش كنتعاود فيه هو ان بغينا واحد الكونتوني يكون زوين واحد الكونتوني جديد ماشي داك الكونتوني اللي والفنا. انا ما كنتش انا ما تيطلعش كالطونطون سط المغرب عايش على برا مني ولكن البارح ملي سمعت سوين قال داك الفيديو ديال دار واحد الفيديو ديال شنو طاري في اليوتيوب وسولته صيفط ليه ميساج قلت ليه ويلا صعب واش كدوب بصح زعما هذا هو التدني اللي وصل ليه اليوتيوب قال لي والله اخي السيم ولا لا لا هادشي اللي كاين فهمتي. بقى تيصيفط لي دي سكرين شوت ديال دي فيديو ضربوا 3 ديال المليون فيو شي حاجه تافهه شي حاجه ما عندها التقييم تا في نظر كريستورون بغى يدير اشهار راسو غادي يمشي عند خونا اللي عنده شانيل ديال تيمشي لي ريستورون كيدير عليهم ريفيو ولا غادي يمشي عند خونا ديال اجي تشوف اللي فهمتي بيان سور غادي يمشي عند خونا اللي تيدير سميتو الريفيو لي ريستورون الرب ديال اللي صعيبه من بعد بدات تخلص من صحاب لي ريستورون على كل واحد كتمشي دير لي ريفيو كتاكل فابور عندك لي زانفيتاسيون واخطر من هادشي عندك العلاقات مع المناجرز ديال لي ريستورون ودوك الناس راه ما ساليش والعلاقات هي اخطر حاجه وتنديروا لها حلقه بوحدها. والله شحال من واحد ما عندوش موهبه راه ما عرفش القيمه ديالها. تصور دابا انت فهمتي انت تعرف دوك الكوينات اللي في شكل اللي كتلقى فيهم شي ساندويتش اللي كبدا شي بوكاديوس في شكل وكتربطوا على قبل وعشان درتي لي فيديو في اليوتيوب ديال احسن ساندويتش اللي كبدا في مراكش صافا غادي تمشى وبيان سور انت دير لهم داك الهراج اللي كيستعملوا دوك الاخرين ديروا حتى انت اجي تشوف اخطر ساندويتش ديال الكبده في مراكش وبعد ما كليتو يا لطيف والمفاجاه واش دوم وبين لهم راه الساندويتش مزيان وكذا وحق الله حتى كلشي غادي يروح يمشي يضرب داك الساندويتش. الطورون هذا في كاع الدول كاملين حالين هنا يقول لهم كنت في المطعم العالمي ببانكوك فالتقيت البنت اليابانيه لا حول ولا قوه الا بالله والمفاجاه صافي وهاد الفيوز هما جايين ودرتي كونتوني نقي مع انت جميع انواع المأكولات العالميه تيعطيوك الكارطه بثقه تامه بقاي تشري حتى الاخر وخلص انت هو علي عربي كويزين كاين كلشي لبناني مغربي اللي بغيتي كاين هنايا جي كول وسميتو وبحال هكا غادي تولي تدي بنادم توري راه داكشي زوين وكيستاهل فهمتي وتولي توري واحد الثقافه جديده واحد ماشي ثقافه جديده حنا في المغرب ما توليش ثقافه جديده تولي شي كوانات جداد شي حاجه جديده اللي ما تتزعمش الناس تمشي لها وما عارفهاش راه كاينه انت عارفها كاينه بارطاجيها مع عباد الله وخلي هذاك هو التخصص. صراحه ديما كنفكر نرجع نعيش في المغرب ديما كنقول اجي نتوحش تايلاند سير اي ما خصنا نرجعو نعيشو في البليده. صراحه في بانكوك كتشوف شي ديزاين ديال شي مباني وشي مولات كتبقى كتحتارم داك خونا الديزاينر اللي جلس وقاد وفكر في الديزاين هذا. انت وانت خارج من الباب هنا عايش وكيداير تبارك الله السقف لا لو يا خويا لا ما قول لك مير انا غلط فهمتي اخي ما عرفتش انا كنحتارم الديزاين وهاد الافكار ديال الناس هادو وهاد الارشيتيكتس اللي جلسوا كيقادوا هاد يا زد دخلنا بحالنا من المساريه مع ديك التسعود دخلت دابا 10 قسمين بقيت عطاها القرايه كنقرا هاد الكتاب هذا كنعاود نقراه قريتو ديجا كنعاود نقراه سميتو كاش فيرتايزينغ كتاب وير 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 بما تحمل الكلمه من معنى فهمتي علاه كنقراو تنعاود نقراو ونعاود نقرا. السلوغون ديال الكتابه معلم هو هاو تو يوز مور ذان 100 سيكريتس اوف اد اجنسي سيكولوجي تو ميك بيج ماني سيلينغ انيثينغ تو انيون. من الاخر عرفتي والله يا اخي الا زعما تبيع اي خرميزه لاي واحد من الاخر باش تقرا هاد الكتاب هذا بوحدو غادي تولي مزيان في الماركتينغ لا ديما كنقول خاصك تقرا المينيموم 5 ديال الكتوبه الا قريتي 5 ديال الكتوبه في شي مجال غتولي من الطوب ديال 5% اللي عايشين في الكره الارضيه اللي كيفهموا في داك المجال يعني خصك واحد 5 ديال الكتوب النظريه هذه ديال 5 ديال الكتوبه في اي مجال لجميع المجالات ماشي الماركتينغ والسيلز فهمتي على حقاش ماشي العالم داير على الماركتينغ والسيلز انا علاش كندوي على الماركتينغ والسيلز والفلوس على حقاش هي الهوايه ديالي كنحماق على البيع عزيز عليا نبيع عزيز عليا نكلوزي الديل عزيز عليا نشوف علاش كندوي تما في الماركتينغ والمبيعات لان انا مهووس بالمبيعات عزيز عليا المبيعات علاه كندوي انايا في المبيعات المبيعات الماركتينغ السيلز تحصل الهضره ديالك كتمشي في هذا النطاق هذا والفلوس ما يمكنش تدوي على المبيعات وما تدويش على الفلوس علاش كلاش كنبيعوا باش نديروا الفلوس اصلا شي واحد يجي يقول لي ناجح في المبيعات يعني السيلز ولا ناجح في الماركتينغ ويقول لي ما عنديش الفلوس ما يمكنش اصلا اش غادي تعلمنا انت اصلا ما متفروش اش غادي تعلمنا شي حاجه كاع الناس اللي متفره في المبيعات وفي الماركتينغ في السيلز اند ماركتينغ دايره الفلوس اصلا من الاخر
كاين شي يقول نجيب لي خويا السيمانه ما عنديش الفلوس باش نشري كتب. اه اختك عليه بي دي اف من الانترنت، شكون اللي منعك؟ قرا هو الاول، ما عندكش راه الله تجي يشوف. ولكن المشكله هي الا عندك وما بغيتيش تمشي تشري، هذه هي المشكله. انا البديه ديالي تكيت على واحد الدوره سميتها ترافيك سيكريت، دير واحد السيد سميتو جون ريز، ونفعاتني ومشيت مزيان وافونسيت بها مزيان في حياتي، ورجعت شريتها من عنده من بعد، وشريت من عنده واحد بروداكت ليبل حتى هو واخا ما محتاجوش، ومؤخرا شريت من عنده واحد سميتو غيرو حتى هو شريته من عنده باش نعوضو على داكشي. ديلاكسيل دوك لي بروغرام ديالو كاملين شريتهم، واي حاجه خرجها كنشريها غير كتعوض على داكشي اللي كان عطاني فابور. يعني فهمتي واحد الوقيته خديت واحد الحاجه فابور، دابا كنعوضو عليها وما كيمشيش لي زيفينمون، كيجيش لي زيفينمون. ما كرهتش نمشي نتلاقى مع فيس تو فيس ونشكرو، مي السيد غابر. ستوب 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 ستوب، كنشدد ستوريات وجا الكراسي كنسراح في الهضره. غادي نوقفو ستوريات هنا، غادي نمشي للناس 10 ونص دابا، غدا غادي نفيق مع 5 الصباح و6 خصني نكون في لاصال، ونهار جديد وسيمانه جديده والسيره تكون زوينه.